شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس الحكومة المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، أين نحن اليوم بالالتزامات التي قطعتموها على أنفسكم في البرامج الحكومة؟ هذا السؤال المطروح سيد رئيس الحكومة. التزمتم بخلق مزيد من مناصب الشغل، الصناعية الجيدة، وتأمين قدرة المغرب على احتضان الانتعاش الاقتصادي في أسواق شركائه الاقتصاديين والاندماج أكثر في سلاسل القيم العالمية. ماذا تحقق والبطالة تجاوزت 13%. التزمتم بتجديد العرض المغربي وتقوية الصناعة المحلية وتحسين معدلات الاندماج المحلي للصناعات المغربية ورفع مستوى التنافسية حتى يصير المغرب شريكا إقليميا لا غنى عنه. أية بلدان يعد المغرب شريكا إقليميا ضروريا لها اليوم؟ التزمتم ببذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين، فأية أسواق إضافية اقتحمتموها؟ للأسف الشديد تظل الالتزامات مجرد وعود لحكومة الكفاءات. ونحن نناقش اليوم مشروع قانون المالية سنة 2025، وهو قانون المالية الرابع بعد 3 قوانين مالية مرت لا وجود للترجمة المالية للالتزامات الحكومية والاكتفاء ببرمجة نفس البرامج المحدودة الأثر والتي لم تسعف في المساهمة في التحكم في العجز التجاري. المطلوب اليوم السيد رئيس الحكومة الكشف عن المؤشرات الحقيقية للبرامج الحكومية الموجهة لتطوير الصادرات وإجراء تقييم حقيقي لأثرها على أرض الواقع. أي أثر فعلي لبرنامج تصديركم؟ وماذا حقق لتنمية الصادرات نحو أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية؟ هل من أثر ملموس لبرنامج تو جو ماركت؟ وماذا قدم للمقاولة لتتمكن فعليا من تعزيز قدرتها لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية؟ ما هو الأثر الحقيقي لباقي البرامج؟ برنامج دعم المصدر المبتدئين سواء كمقاولات غير مصدرة أو مقاولة تصدر بطاقة غير منتظمة، برنامج دعم استكشاف الأسواق الدولية. فعوض أن يرقى مشروع قانون المالية سنة 2025 بوضعية المقاولة الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة والمقاولة الذاتية ويؤهل بعضها لتلج مجال التصدير، فإنه لا يقدم حلولا ملموسة للصعوبات الكبيرة التي يواجهها سواء في بلوغ التمويل والصفقات العمومية أو في ولوج إلى سنة الطلب أو التأخيرات في الأداء ورفع تسديد المستحقات. لقد عجزت الحكومة اليوم عن تأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والارتقاء بها لتسهم في منظومات التجارة الخارجية ببلادنا. والدليل على ذلك النزيف المتواصل في إفلاس هذه المقاولات، ومن المتوقع أن تتجاوز المقاولات المفلسة 40,000 حالة بنهاية السنة الهجرية كما تشير بعض الهيئات المقاولاتية. السيد رئيس الحكومة، إن الحكومة مطالبة بتفعيل التوجيهات الملكية السامية وخاصة دعوة جلالة الملك في خطاب افتتاح البرنامج لسنة 2019 إلى دعم المقاولة الصغرى المتوسطة العاملة في مجال التصدير وخاصة النحو الإفريقية والاستفادة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ومن الضروري تقوية الصادرات المغربية ودعم المقاولات المغربية لتدارك العجز التجاري من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات ودعم ومواكبة المقاولات من أجل تعزيز وجودها في السوق العالمية، كما ينبغي توفير دعم شامل للمقاولات من أجل بلوغ إمكاناتها التصديرية مع الترويج الدولي ودعم المقاولات المصدرة وتمويل الصادرات وتأمينها وترخيص المنتجات. الحكومة مطالبة بابتكار آليات ناجعة لتعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل من أجل تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة خاصة في القطاعات الرائدة في مجال التصدير، النسيج، الصناعة الغذائية وقطاع الفلاحة. وتظل الحكومة مسؤولة عن ضرورة تأهيل المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته على المستويات، منها ما يتعلق بتحسين نظام المعايرة ومن خلال تحسين هذا النظام لضمان جودة المنتجات المغربية ومطابقتها للمعايير الدولية وملائمتها مع متطلبات المبادرة التجارية.
وتظل أيضا مسؤولة عن حماية العلامات التجارية المغربية من خلال اتخاذ جملة من التدابير لتعزيز العلامات التجارية المغربية وعلامات المنتوج الوطني بهدف حماية العلامات التجارية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي. كل هذه العناصر التي نتقدم بها تتطلب من الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لاعتماد رؤية مندمجة تنبثق عنها استراتيجية جديدة تلائم مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الخارجية مع مستجدات الراهنة والهدف من ذلك إعادة ترتيب الأولويات بما يمكن من تفعيل الأنجع للتوجيهات المالكية ووضع سياسات قطاعية منسجمة تلتقي كلها في الارتقاء بالتجارة الخارجية، والهدف أيضا خلق نسيج مقاولة مؤهل وتنافسي وتنويع العرض التصديري والأسواق الخارجية. إننا في الفريق الاشتراكي المعارض الاتحادية ندعو الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لضمان الحضور المغربي في التجارة العالمية، وندعو الحكومة إلى التواصل مع نواب الأمة والرأي العام الوطني بتمكينه من التقارير والمعطيات المحينة، فأمر محمود أن يتمكن مكتب الصرف من استجابة للتوصيات الدولية في وضع إحصاءات التجارة الخارجية، لكن من غير المحمود أن نجد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة التقرير السنوي للتجارة الخارجية للمغرب سنة 2020. فليس بهذه الطريقة وبمعطيات محينة وبمعطيات غير محينة سنتمكن كنواب للأمة من القيام بأدائنا الرقابي للعمل الحكومة. ومع ذلك قدمنا لكم مقترحات عملية آملين أن تتجاوبوا معها وأن لا يكون مصيرها التجاهل كما في المقترحات التي تقدمت بها المعارضة الاتحادية طيلة 3 سنوات. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب. كلمة لفريق الأصل. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، المغرب اختار الانفتاح وتحرير الاقتصاد الوطني وتنويع الشركاء وفتح أسواقه أمام المنتجات الأجنبية والرسائل للاستثمار، وحاول بالمقابل فتح أسواق جديدة أمام صادراته الوطنية، ومع ذلك لا زال الميزان التجاري مختلا والعجز التجاري قائما. لا نحتاج سيد رئيس الحكومة أن نسمع منكم اليوم أن هذا ليس مسؤولية الحكومة التي ترأسونها، بل تركوا مع عمل حكومات هي بالمناسبة حكومات كنتم جزءا لا يتجزأ منها، لأنه لا تحتفظ لكم ذاكرتنا بتبوؤ مكان المعارضة إلا عبر سبيل. نريد أن نسمع منكم ماذا أنتم فاعلون من أجل تفادي الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية لحماية المقاولة الوطنية، ماذا أنتم فاعلون لضمان السيادة الطاقية الغذائية والصناعية، ماذا فعلتم وستفعلون في أسطول البحري الوطني على اعتبار النقل البحري عصبة التجارة الدولية، في تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها بلادنا، في تتبع آليات الدعم المختلفة التي أرسيتموها وضمان عدم تحولها لريع جديد وانبعاث فئة من الأغنياء الجدد. باختصار، ما الذي أنتم فاعلوه من أجل أن تجعلوا من التجارة الخارجية مستوى من المستويات التي تعزز التنمية وتموقع بلادنا في الخارج؟ شكراً.